نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن، أهلا بكم. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 14 جنديا قوات الاحتلال تابعين للواء جولاني أصيبوا في عملية دهس متعمدة بسيارة في القدس، حالة أحدهم خطرة. أفادت التقارير أن عملية الدهس جرت على مرحلتين، إذ أقدم سائق المركبة على دهس أحد الجنود ثم توجه إلى الآخرين قبل أن يسحب من المكان. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم بحثا عن منفذ العملية، حيث حدثت مواجهات في المدينة أدت إلى إصابة نحو 80 شابا فلسطينيا. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب من القدس برصاص جنود الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بحق جندي قرب باب الأسباط أحد أبواب الأقصى، حيث قامت قوات الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد الأقصى على إثر ذلك. من جهة أخرى استشهد فلسطينيان وأصيب 7 آخرون خلال مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب يزن منذر أبو طبيخ البالغ من العمر 19 عاما من سكان مخيم جنين، بينما استشهد آخر وهو شرطي متأثر بإصابته برصاص قوات الاحتلال بينما كان داخل مقر الشرطة في جنين. وأفادت مصادر فلسطينية بأن المواجهات اندلعت خلال هدم قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير أحمد القنبع في حي البسادين بمدينة جنين. ونبقى في الشأن الفلسطيني، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات على مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة ملحقا أضرارا بممتلكات المواطنين. وألحق القصف أضرارا كبيرة بعبارة الصرف الصحي الموجودة بالقرب من مخيم الشاطئ إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمنازل المجاورة. هذا وحذر المدير العام للمياه والصرف الصحي في بلدية غزة من أن تدمير العبارة من شأنه أن يتسبب في غرق عدد من المناطق غرب مدينة غزة بمياه الأمطار في حال حدوث أي منخفض جوي جديد.